فيه. يعني القوانين من ميزتها أو الدولة المدنية من ميزتها أن القوانين تقبل التغيير وتفعيل وتطوير القوانين وتطوير. يعني نحتاجين إلى هذا الشيء، يعني تكون إضافة إلى هذا، يعني يكون الجمعيات أكثر تأثير فيه البرلمانات القادمة. نعم، السؤال الموصول لك دكتور عيسى يعني من شقين، يعني احنا دائما ننادي بتطبيق القانون، هل تعتقد بأن فعلا القانون مطبق او على بعض الشوائب؟ طبعا بالنسبة لتطبيق القانون، هو القانون تطبيقه مرتبط بالسلطة. نعم، فاحنا نشوف لما يكون القانون، متى يكون القانون محترم؟ لما اعرف ان هناك سلطات تقوم على تنفيذه عند كل مخالفه لهذا القانون. لكن احيانا يكون القانون موجود وصادر والانتهاكات متواليه ولا نجد تطبيق، فبالتالي انا لا الام كشخص او كمؤسسه او كهيئه اني ما اطبق القانون وانتهكه. ليش؟ لضمان ان الهيئه القائمه على على على, على تطبيق هذا القانون لن تقوم بتطبيق النصوص العقابية الخاصة بهذا القانون. فبالتالي أنا أعتقد أن اللوم هو على الجهات القائمة بالتنفيذ. في بعض القوانين موجودة ولكن غير مفعلة، لما تلجأ لك هذا القانون موجود عندنا، طب ليش ما طبقته؟ ليش ما فعلته؟ خلنا أقول لك، خلنا نتكلم عن التدخين مثلا. نعم، دخن في مكان عام، شوف في مستشفى قاعد يدخنون، ذاك اليوم بالنعاش قاعد يدخنون مستشفى. طيب هذا احنا هل ما في قانون؟ في قانون. نعم، في قانون العام 1995 ويتكلم عن عقوبه شهر سجن ويتكلم عن 100 دينار غرامه، لكن ما في تفعيل. التفعيل وين؟ انا ليش؟ لاني انا عارف انه جاتنا فتره برضو قعدنا نتكلم عن حزام الامان. نعم، جاتنا فتره نتكلم عن التليفون اثناء قياده السياره. كيف يفعل القانون؟ كل هذه قوانين كلها موجودة، تفعل الجهات المعنية القائمة بتطبيق القانون. أتكلم على سبيل المثال وزارة الداخلية، أتكلم على سبيل المثال البلدية، أتكلم على سبيل المثال وزارة الأشغال، أتكلم على سبيل المثال كل وزارات الدولية. في عندك قوانين طبقها بحذافيرها، أنا ليش سنيتها؟ ليش قاعد أدش في صراع مع مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة؟ ها والله هذا شد وجذب. ليش؟ لأن هناك تشريع وهناك، فبالتالي عدم تطبيق هذه القوانين هو عائد على السلطة القائمة بتطبيق. نعم. الدائرة الخامسة، الإعلان عن آخر صندوق موجود بالدائرة الخامسة. يعني اللي قصدك اللي بيتناولها المجلس بالضبط؟ والله أعتقد أن موضوع التنمية هو يعني الهاجس الأساسي اللي إحنا يعني كنا نطمح له ككويتيين، وكنا عشمانين في المجلس الماضي أنه يحركها. أعتقد أن هذه مسألة أصبحت لها الأولوية. أعتقد أن الاختبار راح يكون للمجلس القادم من خلال تحريك وتيسير عملية التنمية. هل هناك تنمية حقيقية في الكويت الآن أو خلال المجلس السابق؟ هل شاهدنا تنمية أو شاهدت الكويت تنمية حقيقية فعلية؟ والله أنا كمواطن أحس أن التنمية يعني مصطلح أصبح تاريخي. يعني التنمية أعتقد أنها لما نقارن نفسنا في بعض دول المنطقة، أعتقد أن إحنا مع أن الكويت كانت في المقدمة.
كانت في المقدمة وإن شاء الله ترجع في المقدمة، بس قاعد أقول لك يعني تعرقلت التنمية لأسباب عدة، من ضمن ومن أهم هذه الأسباب عملية الشد والجذب اللي تكلمنا عنها اللي كانت موجودة في المجلس السابق اللي نتمنى إنه ما نشوفها في المجلس القادم. دكتور عيسى، يعني بما أنك رئيس قسم القانون الدولي، حضرني سؤال إنه أحيانا لما تكون عندنا مشاكل بعض الجهات إذا ما تطبق مطالبنا راح نلجأ للجهات الدولية أو المنظمات الدولية، هل تعتقد إحنا في حاجة إلى هذا الأمر؟ ما نحل مشاكلنا بروحنا، هل الجهات الدولية هي اللي راح تحل مشاكلنا؟ طبعا بالنسبة للجهات الدولية هي وجدت على سبيل الاحتياط. عمر الجهات الدولية ما تعتبر الملجأ الأساسي، نعم، لتسوية أي خلافات داخلية. في ناس تعتبرها الملجأ الأساسي، لا مو كيف، حتى دولياً نعم. ما تقدر الجهات الدولية ما تقدر تستقبل الشكوى، ليس من حقها أن تستقبل الشكوى. دائماً أي جهة دولية من شروط استقبال الشكوى أن يكون الشخص قد لجأ وطنياً واستنفذ كل الوسائل الوطنية، فبالتالي إذا أنت ولازم تثبت حق الجهة الدولية، والله يا جماعة شوفوا أنا رحت حق القضاء وهذا حكم الدرجة الأولى وهذا حكم الدرجة الثانية وهذا التمييز وما حد استقبلني ولا ما حصلت على حقي، ذيك ساعة يقول لك أهلا وسهلا، تحقق الشرط الأول، بعدين في شروط أخرى. لكن عملية أن أنت تقفز مباشرة، أول شيء بيسألك هل طرقت وسائل التقاضي الوطنية؟ إذا ما قدرت تثبت له اعتذر، ما يقدر. أضف إلى ذلك أن عملية اللجوء إلى الوسائل الدولية يحكمها القانون الدولي، القانون الدولي معظم الاتفاقيات، الوسائل الدولية هذه اتفاقيات من يوقعها؟ توقعها دولتي، ما أوقعها أنا كشخص. نعم. فالدولة هي اللي تقرر والله هذه اتفاقية نبي نوقعها بحيث أن مواطنيننا إذا ما حصلوا على الحق الفلاني يقدرون يروحون يشتكون علينا دوليا. فالدولة هي تقرر شنو حجم الوسائل اللي تبي تمنحها، الوسائل الدولية اللي تبي تمنح للمواطنين أنهم يلجأوا لها. ممكن الدولة شو تسوي؟ تسكر الباب نهائيا، أنا كمواطن ما أجد ولا وسيلة تستقبلني. ليش؟ لأن دولتي ما وقعت لا الاتفاقية الفلانية ولا الاتفاقية الفلانية ولا الاتفاقية الفلانية. نعم. وفي دولة ثانية لا وقعت كل الاتفاقيات، فالمواطن هذا في هذه الدولة يجد كثير من الوسائل المفتوحة له. بعد متى؟ بعد ما يخلص وطنيا. نعم. تعليقك على أن لجوء بعض الجهات دائما مباشرة أو يمكن أول مرة يسألك أعطيتني ما أعطيتني لجأ إلى المنظمات الدولية مباشرة، يعني هل هو نوع من التكسب السياسي أو إثارة الرأي العام أو شلون تنظر لها؟ أنظر لها بروباغاندا. نعم. أنظر لها بيسوون صدى، يعني بعضهم يدرون أنها هي نوع من البروباغاندا أو الصدى. أنا عندي وسائلي وعندي قضائي مفتوح حق الجميع. نعم. يعني من أقل شخص إلى أعلى شخص، وشفنا جميع أنواع القضايا عرضت على القضاء، وشفنا أحكام أنصفت الكثير، وبدليل أنها إحنا شفنا أشخاص شطبت أسماءهم وكذا وكان ملجأهم القضاء وأنصفهم القضاء. فأعتقد عندنا قضاء يعني لا يضاهى بغيره، فبالتالي أعتقد أن يعني عملية أو الحاجة إلى اللجوء إلى الجهات الخارجية لا توجد حاجة ولا يوجد سند يخليها تستقبل مثل هذه الشكوى. أستاذ الدهام، قضية البدون هي أحد أبرز القضايا المطروحة على الساحة المحلية الآن، باعتقادك هل ستحملها السلطة التشريعية بشكل جاد؟ والله للأمانة يعني مثل ما شفنا الأحداث التي حدثت في تيماء والصليبية وبروز كثير من المرشحين يتكلمون عن هذه القضية، بعضهم يأخذها كتكسبات انتخابية، بعضهم يأخذها كتكسبات انتخابية ما قبل الانتخابات هذه، لكن هذه الانتخابات هي انتخابات مفصلية تعتبر الناخب محاسب جدا. لا ننسى أن الفئة غير محددي الجنسية لهم أقرباء كويتيين، لهم علاقات، لهم هناك كثير من المتعاطفين معهم، سواء من يعملوا في حقوق الإنسان، سواء كانوا ممن يرونهم
كويتيون بدون أو من يرونهم تنطبق عليهم شروط التجنيس لكنهم لم يجنسوا لسبب أو لآخر وإلى هذه المواضيع. لكن يعني هذا المجلس يعني سوف نرى يعني سيأخذ على محمل الجد، يعني خاصة هناك تحركات من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية من حيث تحديث بيانات الأفراد ممن يحملون شهادات عليا ويحملون مستندات قديمة تثبت تواجدهم في الدولة. دكتور عيسى، قضية الشباب والرياضة، نرى أن الملاعب في يعني البنية التحتية الملاعب في حالة متهالكة، الرياضة الكويتية ما عادت كالرياضة السابقة، متى تعود الرياضة الكويتية لبريقها ورونقها؟ والله في كثير من الأمور ما عادت مثل السابق، احنا كنا يعني من الدول السباقة يعني حتى في فترة من الفترات وهي الفترة الوحيدة اللي كان العصر الذهبي للرياضة الكويتية وصلنا كأس العالم كرة القدم طبعا فاهمني. لكن اليوم قاعد أقول لك لما توقفت التنمية توقف معها كل شيء بما فيها تنمية الجسد، تنمية الشباب، تنمية الرياضة. فأعتقد أنه لما يعني نبدأ بحل هذه العقدة وتنطلق التنمية أعتقد كثير من الأمور حتنطلق معها. فهذه العقدة إن شاء الله يعني أتوقع إن شاء الله إحنا نتكلم عن ساعات، إن شاء الله بعد هالساعات هذه العقدة اللي نتكلم عنها راح تنحل وراح نشوف ملاعب وراح نشوف إنجازات وراح نشوف تنمية وراح نشوف صلاح وراح نشوف يعني في أن في إنجازات في بعض اللعبات يعني مثل كرة اليد، البولينج وغيرها، لكن كثير من الألعاب يعني نجدها في مستوى يعني نازل. حتى الإنجازات اللي تتكلم عنها هم نفسهم يتحسرون، يعني كم مرة منعت الكويت في كثير من الألعاب من المشاركة بسبب يعني صراعات قد تكون يعني صراعات داخلية تنعكس على علاقاتنا في الخارج. ونرد نأكد برضو على 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 أهمية القضاء. أعتقد أن النادي العربي اليوم تظلم من مسألة عدم مشاركته في مباريات وصدر لهم حكم. فأعتقد أن يعني الرياضة قاعد أقول لك هي أحد الأنشطة المتضررة نتيجة هذه الصراعات اللي استمرت سنوات. وقاعد أقول لك أنا عندي أمل بالله سبحانه وتعالى أن نتكلم عن ساعات وهذه العقدة حتنحل وراح نشوف الكويت تنطلق انطلاقة أكثر مما ما نتوقع. أمل خوي دهام، تعتقد أن الأعضاء إن شاء الله القادمين المجلس الأمم مثل ما ذكر الدكتور عيسى قادرين فعلا أنهم يغلبون مصلحة البلد والكويت على المصالح الشخصية اللي أتدنا عليها في المجالس السابقة؟ والله يعني إن شاء الله احنا نطمح فيهم الخير دائما ونتمنى أن يكونوا أو يقدموا الأفضل والأصلح إلى الوطن، حيث أن هذه الاقتراحات وهذه التطلعات هي تعود بالدرجة الأولى على الوطن. وجود وجوه جديدة قد تساهم إن شاء الله بوجود أو فرض أو حتى تشريع قوانين جديدة، يعني يكون هناك حركة جديدة في مجلس الأمة، نأمل هذا للأمانة. وإن شاء الله الله يقدم اللي فيها الخير إن شاء الله. نحن طبعا بانتظار إعلان نتائج الدائرة الخامسة، يمكن هي أول الدوائر اللي تعلن نتائجها عن قريب إن شاء الله. ما أعتقد أنه كان في تغيير كبير في الدائرة الخامسة كما بدأت بمحافظة بعض المرشحين على مراكزهم، لكن هل تتوقع دكتور عيسى أن المجلس طبعا كلنا نتأمل فيهم الخير إذا ما وصلوا إن شاء الله وكانت عندنا أيضا حكومة جديدة، هل تتوقع إن شاء الله بأنهم يدفعون بالتنمية ومصلحة البلد إلى الأمام، خصوصا أن في ناس لحد الآن يعني
نقدر لما ما نحب نستخدم هذه الاصطلاحات التأزيمية من البداية، لكن يقول لك أنا بستجوب، ولا حد لا ما نعرف إحنا الحكومة ما تشكلت تقول راح أستجوب.